وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذي في الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أكد أن البحرين أطلقت العديد من المبادرات والقوانين التي تدعم حقوق العمال لجعل المواطن هو الخيار الأول والأمثل في سوق العمل. إن ما توليه مملكة البحرين من اهتمام ودعم للكوادر الوطنية ضمن رؤية شاملة تقوم على أهمية الاستثمار في تنمية رأس المال البشري باعتباره أحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة، وهو ما نجده في المبادرات التي تطلقها الحكومة الموقرة بهدف جعل المواطن البحريني هو الخيار الأول والأمثل في سوق العمل. كما أننا في هذا المقام نستذكر ما تفضل به ملك البلاد المعظم من تعزيز الدعم والرعاية للقوى العاملة في المملكة، حيث تحققت في عهد جلالته إنجازات غير مسبوقة للعمال. أما بالنسبة للقوانين الداعمة للعمال، البحرين تواصل جهودها في مجال توفير الحماية للعمال من خلال توفير التشريعات والقوانين العمالية.